الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما هو معلوم إمام في جميع شؤون الدين والدنيا، ومنها إمام يؤتم به في تربية الفرد وبناء المجتمع، وله عليه السلام منهج قويم نظري عقدي وتطبيقي اجتماعي لتنشئة الفرد والمجتمع تنشئة صالحة، وللارتقاء بالجميع إلى مرتبة الكمال الإنساني المنشود كما أراده الله تعالى لخلقه ولعباده، ولتحقيق سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة بتكوين شخصية الإنسان الصالح المتوازن الخير في ذاته المتصالح مع غيره الساعي لإرساء دعائم المجتمع الصالح الآمن السعيد المطمئن. في البحث الموسوم منهج الإمام علي عليه السلام التوازن في الشخصية الإسلامية تبيان لذلك، هذا البحث أنجزته الدكتورة بتول عرندس، أطلب منها أن تتفضل مشكورة بإلقاء ملخص بحثها بما لا يزيد عن ربع ساعة، فلتتفضل مشكورة، نستقبلها بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدكتورة بتول أمين عرندس حاصلة على شهادة الدكتوراه من جامعة علاء الدين لبنان عام 2020، مشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية في إيران والبحرين والكويت والعراق ولبنان، كما أن لديها العديد من الأنشطة الاجتماعية، ولديها 3 مؤلفات في مجال تخصصها، وهي عضوة في العديد من المجلات العلمية في لبنان والعراق واليمن وإيران والبحرين، كما أنها محاضرة في العديد من الجامعات العراقية كجامعة البصرة والكوفة وجامعة الزهراء، فتتفضل مشكورة بإلقاء ملخص بحثها مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وأعز المرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي جعلنا المتمسكين في ولاية أمير المؤمنين. الحضور الكرام، أهلا وسهلا بكم. موضوعنا نحن اليوم، أنا حبيت أختار موضوع التربية والأسرة، والسبب نحن في هجمة تربوية وخاصة التربية الحديثة تحاول أن تقضي على التربية الإسلامية. أمس نحن كنا في محاضرة للدكتور مصطفى العامل وهو أستاذنا، واتشرف أنا موجود معنا في القاعة، كان يتكلم عن شخصية أبو الفضل العباس في من الناحية التربوية وكيفية تأثير أسرة أمير المؤمنين عليه السلام في تربية ابنه أبو الفضل العباس واختياره إلى الزوجة، يعني اختيار النطفة فينا نقول اللي أنجبت الإمام أبو الفضل العباس سلام الله عليه. لذلك أنا حاولت أن الموضوع يكون حول الأسرة وتفكك الأسرة وبناء الأسرة، لأنه نحن في زمن عم بيكون الطلاق جدا سهل، وبيكون الطلاق عم يتهاونوا به، ولذلك نحن لازم نعيد مجتمعاتنا إلى القيم الإسلامية. لذلك اخترت أن يكون بحثي حول هذا الموضوع، الوقوف بالمجتمع والأفراد على كيفية بناء الأسرة وتوازنها عن طريق تسليط الضوء على البنية النفسية والصورة الاجتماعية وإظهار الجانب التربوي الإصلاحي في فكر الإمام علي عليه السلام الذي يدعو إلى أسس متوازنة تسهم في خلق مجتمع أسري صحيح ومعافى. محاولة الوقوف على منهج التربوي عند الإمام علي عليه السلام بالتوازن والاعتدال في جميع جوانبه المرتبطة بالإنسان، عن تنظيم الاجتماع الإسلامي ومعطياته من خلال الوقوف على مسألة التوازن النفسي والسلوكي لدى الفرد، في فكر الإمام الدعوة إلى التوازن والاعتدال شاملة لجميع المرافق والميادين ومنها الميدان النفسي، فالتوازن مطلوب في مختلف الظروف والأحوال المحيطة بالإنسان. المبحث الأول هي التربية الأسرية النفسية والخلقية والسلوكية للأسرة في فكر الإمام.
تعتبر التربية والتزكية من أهم الأهداف للرسالات الإلهية قاطبة، لأنها تتعالى بالإنسان إلى مراتب الكمال النهائية الذي أراده الله سبحانه وتعالى للإنسان. ولهذا نجد أن القرآن الكريم حينما تحدث عن هدف بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله أعطى للتزكية وللتربية المكانة الأولى، ومن ثم أردف بالتعليم. ولأن الفضاء جميعها تقف وتنتهي عند العلم، وما نعنيه بالعلم هو ليس كل العلم بل خصوص العلم الذي ينتهي إلى المعرفة، فهذا العلم هو مصدر كل الفضائل جميعها. والناس في نظر الإمام إنما يتفاضلون ويتمايزون بمقدار على علم كان منهم، لا بمقدار ما يملكونه من أرزاق وأموال، إذ يقول الإمام علي عليه السلام: يتفاضل الناس بالعلوم والعقول لا بالأموال والأصول. بل يمكن القول إن القرآن الكريم كتاب فريد في منهجه التربوي، وكذلك سيرة الرسول الأعظم والأئمة خلفائه من أهل بيته عليهم السلام. ولنخف الحاجة الماسة في مجتمعنا اليوم إلى منهج تربوي ثابت في أصول واضح في مقوماته وموازينه، بل قد تصل هذه الحاجة لحد الضرورة، لأن التربية هي التي تحدد القيم الصالحة والسامية في الواقع الإنساني، وتنشر القيم الفضيلة والرقي والتكامل في المجتمع، وتؤسس للمدينة الفاضلة التي كان وما زال يتمناها كل إنسان ذو لب وإيمان وعادل. وقد بذل المصلحون على مر التاريخ جهودا مضنية لتوضيح منهج تربوي يستندون إليه في انطلاقهم نحو تربية الإنسان والمجتمع على أساس سلمية وصالحة. وفي بيئتنا الإسلامية كان النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته القدوة الصالحة والمربين الذين أناروا طريق المسلمين بكلماتهم وسلوكهم العلمي الذي يعتمد على الأسس والمفاهيم والقيم الإسلامية السمحاء. المطلب الآخر: مرحلة الطفولة ومرتكزاتها، حقوق الطفل عند الإمام علي عليه السلام. لقد جاء الإسلام ليقرر إن للطفل حقوقا وواجبات لا يمكن إخفائها أو تجاهلها، وتبدأ هذه الحقوق من مرحلة من أهم المراحل في الإسلام، وهي مرحلة اختيار الأم الصالحة ورعايتها للطفل في كل ما يتعلق بحملها. فالإسلام يحرم الإجهاض هذا الطفل، وبمجرد ولادته يعطي الطفل الحق في الترحيب بقدومه والتسمية واختيار الاسم الحسن والعقيقة والرضاعة الكاملة والحضانة والنفقة والتربية الإسلامية الصحيحة. تبرز أهمية مرحلة الطفولة وتأثيرها المستقبلي على الإنسان والمجتمع وفق رؤية الإمام علي عليه السلام، حيث يقول: قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته. فقد نظر الإمام للطفل ككتلة من المشاعر والأحاسيس يجب صياغتها وإحاطتها ببيئة صالحة تزدهر وتنمو حتى تترسخ قاعدة الشخصية النسوية، حيث يقول عن الطفل: لأنه نية سليمة ونفس صافية. ومن الحقوق المعنوية التي سعى لها الإمام علي عليه السلام إلى تحقيقها في المجتمع حق سلامة الأطفال، حيث قال عليه السلام: من أخاف طفلا فهو ضامن. وقد فرض الإمام عليه السلام تعويضا على ترويع الأطفال، لازم نحن نطلب فيها لأهل الجنوب اللي عم يتعرضوا كل يوم للضرب والأطفال يتخوفوا ويتروعوا يعني، وذلك لأن سلامة الطفل تفقده القدرة على الانسجام مع المجتمع، وتترك أثرا سلبيا في خلق الكراهية والعداوة في العلاقات الاجتماعية. كما أشار الإمام علي عليه السلام إلى كيان المعنوي للطفل بما يسمى بحق الطفل في الحب الذي ينبغي أن يعطى للطفل داخل الأسرة، فالقبلات والأحضان تمثل حضنا روحيا يملأ الطفل بالدفء المادي، سواء من قبل الأسرة بمسؤولية مباشرة أو من قبل المجتمع والأهل.
والدولة في مرحلة لاحقة في إطار حقوق الضمان الاجتماعي. وقد أوجب الإمام علي عليه السلام على الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال أن يقوموا بالتكفل المادي لقبول عناصر جديدة في الأسرة مع ولادة الطفل، وأن يستمروا في دفع الحقوق المادية حتى يستقل الطفل. المطلب الثاني، يعني مرتكزات العلاقات الأسرية، دور الأسر النفسي والتربوي. تلعب العلاقات الأولية مع الأم دورا أساسيا في بناء الصحة العاطفية والاجتماعية والروحية للفرد، وتولى ميلان أهمية أساسية للغاية لعلاقة الطفل بأمه، وذلك لأن النمو لا يمكن بطريقة أن يتم بطريقة سليمة إذا لم تكن صورة الأم متجذرة في الأمان. وإذا لم تنجح هذه العلاقة الجسدية والنفسية فلن تؤدي إلى النمو السليم. كثيرا من الأطفال الذين يحرمون من أمهاتهم أو يضعون في مؤسسات ولا تربطهم علاقة بأمهاتهم يعانون من مشاكل في النمو، خاصة ببعض موضوع الطلاق. يا ريت نحن كثير نتكلم حول هذا الموضوع، لأن بعض الطلاق يصبح تشتت للأطفال، الأهل يأكلوا حصرهم والولاد بيدرسوا، يعني بتصير المشاكل الأسرية وما قاعدين يتفهموا إنه هيدا الطفل هو صدقة جارية يعني لهيدي الأسرة. علينا نحن إن نتماسك حتى لو بعد الطلاق، يعني هو أبغض شيء عند الله الطلاق، ولكن لازم نحن نحاول إن نترابط وندعي هيدي الأسر، ويكون في مؤسسات للتوعية حول هيدا الموضوع ليكون ما يكون في تشتت للأطفال. ليس فقط في النمو الأكاديمي والفكري، بل أن بعضهم يرفضون الأكل ويموتون جوعا، وكل ذلك بسبب الحرمان العاطفي. التفكك الأسري اللي كنا عم نتكلم عليه يراد بظاهرة التفكك انهيار وحدة اجتماعية واختلال وظائفها وتتدهور نظامها، سواء كانت هذه الوحدة شخص أم جماعة أم مؤسسة أم أمة بأسرها، وهو عكس الترابط والتماسك. أنا ما راح طول كتير لوصية السيد أحمد الصافي مبارح، قال ناخد لب الموضوع، يعني ما نسرد كتير، بس مفهوم الإنسان الاجتماعي، نحكي عن مفهوم الإنسان الاجتماعي. عندنا تحقيق التآلف المجتمعي، مفهوم الأخوة من أهم عناصر الوجود الاجتماعي الإنساني، فالأخوة عنصر أساسي إن السبب في ازدياد الأزمات والانقسامات في كثير من المجتمعات في السنوات الأخيرة هو عدم وجود إنسان اجتماعي متآلف ومتآلف مع الآخرين في المجتمع. فهناك روايات كثيرة للإمام علي عليه السلام يؤكد فيها على أهمية بناء الإنسان الاجتماعي، فالناس صنفان، أم أخ لكم في الدين أو نظير لك في الخلق. بدنا نعمل ختام، يعني المبادئ والمصالح، يعني التأسيس الاجتماعي بالإخوة، أهمية التوازن في النفس الإنسانية، إن النفس البشرية حساسة جدا وسريعة التأثر، لكي يكون الإنسان متحكما في نفسه ومتزنا ولا يتأثر بأدنى سبب ولا يفقد توازنه في الحال، فهو بحاجة إلى توفيق من الله عز وجل. التوازن في الشخصية الإسلامية، والتوازن في الإطار الشخصية، والتوازن في الدائرة الاجتماعية. لذلك أنهي بحثي باختصار، أسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأتمنى أنه موضوع الأسرة، يعني هذا أنا توصيات بتكون أنه نهتم بموضوع الأسرة والتربية، لأن الأسرة هي نواة المجتمع، إذا نجحت الأسرة نجح المجتمع. ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لأختنا الفاضلة الدكتورة بتول على ما تفضلت فيه.